متابعي موقع طنجة الأوفياء، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم رمضاني رمضان في الحوم. وفي رمضان كنعيشوا اجواء جميله مع الاحباب قبل الاذان، نسولوا ناس كيف كدوز رمضان، واش هاني مرتاح وفرحان. في رمضان في الحومة، ورمضان في الحومة، في رمضان في الحومة. والحومة اللي عنزروها اليوم إن شاء الله هي الحومة الحادة، خليكم معانا. كيفاش كدوزوا الاجواء ديال رمضان في الحومه الحاده؟ الحمد لله زميله في الحومه الحاده، دوك كلشي بخير وعلى خير. ناسينا كنعدلوا واحد التويزين واحد لاطا هنايا، والحمد لله اخا كلشي بخير وعلى خير. واخا ماطيشه غاليه كتبان لي دلعه انايا فهاد اللحظه. اوا ماطيشه اخا وشريناها 8 دراهم اخا، واحد قالنا 8 واحد 9. لا اله الا الله، دفعني سي الصاحبي كنضرب الكاميرا مشي ليه مشينا اخا باش تعوض هاد اللاطا ان شاء الله. هادي اللاطا في السردين والزبيب. مرحبا بك معنا ايوب اخ. مرحبا ودي، شحال بكم هنايا في هاد اللاطا هادي دابا عتاك؟ هادي حنا ربعه بينا اخي. لاطا ضرب بعد الناس. حلاوه وليزا مرحبا به، قدروا ياكلوا فيها حتى 10 ديال الناس. 10 ديال الناس كيلحقوا اللاطا الخاوه اللي ماشي في الطريق والناس عليه المغرب وصل حومه الحداد مرحبا به. معنا اخي سي هاد اللاطا كنعدوها ثلاثه والله العظيم كناكلوها 8 9 ديال الناس. والله 8 اللاطا واش يوميا ولا؟ يوميا ان شاء الله، يوميا باجواء رمضان. سعيد 30 يوم 30 لقطة 30 لقطة. كما العادة الحمد لله، الدنيا كام دراري فرحانة نشطانة، الله ينصر سيدنا ودراري كتعدل طويج ناس مع راسو، الأمور ناضي كناضي، كاين شي مشكل نهائي الحمد لله. فلفل غالية شوية شو خايدة كتعدلو في الطاجين. واخا غالية حنايا عيد دراويش مساكن كيدبروا علينا. فلفلة تبارك الله تبارك الله. الله باش تعوضوا الطاجين إن شاء الله. هذا بالجداد إن شاء الله غيكون حويمة. مرحبا بكم لعنا طنجة كاملة والمغرب كامل، مرحبا بنا عنا دلواليمة، هاد البركة هادي. هنا يا يقيسوا مع بعض تيسنا هذاك هو رمضان. شكرا بزاف بارك الله، عيش مبروكة. الله يبارك فيك وطول العمر. اللهم امين. كيفاش كدوز عندكم الاجواء رمضان في الحوم الحد؟ معتبر مزيان بخير، ما كاين لا دبزه لا صداع لا انا هانيه مهنيه الحوم الحد على احسن ما يرام. كيفاش كتجيب المغرب؟ المغرب ملي كتزن انا با نزلت الحريره. قبل المغرب قبل المغرب شنو كتعمل؟ قبل المغرب نعم اسيدي كتوضا وتجد راسك من الفطار عم تصلي. تبدلت الحومه الحداد شحال هذه؟ لا قبل ما كانتش هايده، دابا الحومه الحداد مزيانه نقيه. الله فيك، كيف ماشي مع الحراره في هذا رمضان؟ الحمد لله مزيان دابا الحمد لله، الجو معوض مزيون دابا. كاين شي اجواء رمضان؟ شويه كاين شي حاجه كاين شي حاجه. شنو اللي كاينه بزاف؟ الخبز ولا اللاطا في هذا رمضان؟ كاينه دابا الخبز، الخبز شويه اللاطا تقلالي شي شويه. وحنا كنعرفوا رمضان كيكونوا فيه الليطان طواجنا الهديه، كان طواجنا بزاف والليطان الحوت بزاف، دابا شويه الحمد لله قلال شويه ببركه. كيف كان الاجواء رمضان شحال هذو ديالك؟ كانت واعره على دابا، كانت واعره والله الا تبارك الله. الطواجن تقريبا فرح عمري بتواجين واللي تند الحوت وهادي حق دابا الامور شويه. مرحبا بكم عندنا وحنا مرحبا بنا عندكم. مرحبا الطواجين باش معاد معدل بالشطون اخاو بالشطون. الشطون غالي شي شويه واخا غالي كنتحداو الغلاء حتى حنايا عاوني شويه شمهنا وشويه شمهنا وشويه شمهنا وكتعمر قفه. كيفاش الاجواء؟ الطاجين كنتفرضوا فيه ما كيعملوا شي واحد، الدراري مع بعضيتهم كل واحد كيعطي باي ديالهم، الدراري الحمد لله وكيتفرضوا كيجيبوا الحوت كيجيبوا كل شيء. شحال شاركين في الطاجين؟ نقول لك خمسه ديال الناس ولا سته ديال الناس اخاي ديالي.
ولكن ما كينزلش حاجه ياكلوه واش عندك اللي كيشوف اللي كياكلوه جوج كيقول واحد المثل عندنا في المغرب اللي كياكلوه جوج كياكلوه 10 خاو مادام تحط سيبي يدك كل ما نقدروش نقولوا له ما تاكلش اللي كلا مرحبا به هذوك من الدراري الحومه الحمد لله يا رب. بالنسبه للاجواء الحومه الحاده في رمضان كيفاش كدوز؟ اخ ما خاي انا اول رمضان ما نكذبش عليك انا اول رمضان كنشوفو جايز ترانكيل والحمد لله بالضحك ما نكذبش عليك حتى الدروكه قلالات في الحي ديالنا اخ عليها بنادم بقى مكونسونطري مع راسو شويش ما بقاوش ديك المشاكل وديك الصداعات يا الحمد لله دابا الحومه الحاده رجعت رحمه الله خاي نموذج قوس باصا مع راسك وتسارى وشوف الا جبرتي شي حاجه ماشي هي هذيك نموذج للحياه الهادئه ترانكيليداد كلشي كيترزق الله على راسو كلشي كيبيع ومشى الامور وبغيناها تبقى هايدا خاو الحمد لله شكرا بزاف الدوابز والحرب عواشرك مبروكه ورمضان مبارك وعليك مرضي ديالي والله يرحم لك الوالدين وتحيه خاصه خاي يوسف مرشح الحومه ديالنا كنحيوه من المنبر كنحيو الدراري الحي ديالنا كاملين وبيبا برشلونة الناس الجالية شوف الناس الجالية الناس الجالية من طبيعة الحال بورتودوس لوس موروس كيستان فويرا ولو كيستان دينترو هايون سالود ديال كوراسون باكي استاي يبيبا برشلونة يبيسكا كاتالونيا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عاشر مبروك. علينا وعليك الخير. رمضان مبارك. علينا وعليك الله يجازيك. كيفاش كدوز الأجواء رمضان مع هاد العويلات؟ أش نقول لك مزيان. بالنسبة للأطفال كيفرحوا وداك الشيء فهمتي. وحنا بالفرحة علينا باش كنفرحوا هاد العواول هادو. والحي الشعبي هنايا الناس هنايا مزيانين كل شيء مزيان. بالنسبة للأثمنة عاملة مناسبة للعواول الصغار. أثمنة مناسبة. أثمنة مناسبة. كنتعاملوا مع الناس قال كاين الناس ما عندهمش فهمتي كنتعاملوا معاهم كل شيء كاين بزاف ديال الناس كيجيبوا ولادهم في العشيه هنايا فهمتي كيجيبوا المغرب كيدوزوا الوقت معنا هنايا ومع العواور صغارين مع اللعاب هنايا ديك الشيء يعني سينا الفرحه ديالك هي تشوف هاد العواور صغارين فرحانين بالعكس هذيك فرحه كبيره هذيك ماشي في رمضان لا في رمضان ولا من غير رمضان الايامات كامله فهمتي ايوا شكرا بزاف الخوات ديالي وعشرك مبروك يعني علينا رمضان مبارك سعيد الاجواء ديال رمضان كتكوز فواحد الجو صراحه جو رائع لان ما نقدروش ما نعملوش هذه حمله افطار الصائم لان كل عام كنعملوا هذه دابا مده ديال 7 سنين ونتناو زعما من فوق هذه عياد رمضان باش نعملوا هذه الافطار هذا شكون اللي كيستافد من هذه الحمله ديال الافطار هذا شكون الناس اللي كيستافد واش كاينين شي عند الناس الحومه ولا اي واحد يجي مرحبا به كيجيو الناس مساكن الدراويش واللي جا مرحبا به الدعوه عامه كتكون وكيجيو الناس كاينين مساكن كاريين هنايا خدامين كيجيو يفطروا هنايا والناس اللي ما عندهمش كيجيو يفطروا اللي جا مرحبا به كلشي كيجي اي واحد دايز مرحبا به يجي اي واحد يجي يدخل مرحبا به يفطر ايوا مرحبا بك في الحوم مرحبا والديك مرحبا اليوم ان شاء الله تستار معنا خاي ايوا غتقضي معنا باش ما كان ان شاء الله ان شاء الله خاي ابراهيم كيفاش شوف دابا سينا كدور على الحوام غتقول لنا كيفاش كدوز رمضان في الحومه ديالك كصرافه الخاوه الا مشيتي تزربتي شي واحد اخاي ايوب شو في اي حومه كاين الناس مزيانين كاين الناس خايبين والحمد لله حنا ولاد الناس كنصلاقاوي مع ولاد الناس اخاي ايوب وانت هنا كتشوف اش كتجيب المغرب نجيبهم المغرب الضحكه الخاوه ديالي شي طويجنات كاين شي كاين الخير موجود اخاي ايوب الحمد لله باقي كنعيشوا حنا الاجواء شحال هذه باقي كنعيشوا هذا ما تكونش نخلقوها حنا خالقين السعاده بزيرو درهم اخاي ايوب شكرا السلام عليكم خاي السلام ايوب مرحبا بك اخاوي الله يبارك فيك علينا وعليك اخاي ايوب صلاح الدين كيفاش كدوز الاجواء رمضان في الحومه الحاده نقول لك بالنسبه لي اللي كنمشي للخدمه كنجي للخدمه او كنجي كنمشي للجامع كنصلي العصر كنتنط نظار سايده كنخرج كنريح مع ولاد الحومه ديالي عاود كيحكيو حو النشاط وكذا هايدا كيكوز النهار رمضان كامل كنكوزو هايدا اما بالنسبه لشي واحد اللي عنده شي صوره على حومه الحدد بان فيها ما كان داك الشيء فعلا كان شحال هذا اما دابا مابقاش داك الشيء مره بتاتا الدراري فحال خوت كلشي فحال بعطيتو وسبحان الله الحومه اصلا هما شحال هذه كنقولها الحومه السنيه فهمتي معروفه بالسنه وكذا فهمتي كيفاش اما ديك النظره اللي كاينه عند شي واحد ما كاينه منها والو وسينا وما شفته في فيديو دور شفتي بعينك الناس الدجاليه كيقول لنا نمشيو للحومه الحدد بغيتك تبارك لهم العواشر كنبارك الجاليه المغربيه كامله اللي في اوروبا ولا في امريكا وكنقول لهم رمضان جايز وكلشي جايز وكنتمناو من الله ينقوزو من السيرات كنطيرو ان شاء الله شكرا بزاف على الصلاه عليك الله يرحم والديك
وحتى انني كنكون وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديالنا ديال اليوم. كان معكم ايوب جباري، نتلاقاو في فيديو جديد وحومه جديده ان شاء الله. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.